بسم الله. في اخ بيسأل ايه هي برامج البيم؟ ايه هي برامج البيم؟ اولا زي ما احنا عارفين ان البيم ده تكنولوجيا وفلسفة، وفي برامج بتحقق التكنولوجيا ديت. لو انت استخدمت اقوى برامج البيم، تمام، اركيكاد او ريفت او وما شغلتش بيم مظبوط، يبقى ده مش بيم، تمام. انت ممكن ترسم مثلا كله، ترسم موديل امبريس ويبقى كله ماسنج وكله كتل، فمش هيطلع لك بيم. ممكن ترسم اوتوكاد، ويكون مثلا عندك اوتوكاد فيه اوتوكاد اركتكشر، وبترسم بمعلومات، ترسم حاجه مظبوطه، فده يبقى بيم. السكتش اب نفسه في اداه نزلت فيه بحيث ان هو اسمه سكتش اب بيم، بحيث ان انت وانت في السكتش اب بترسم بيم. فالمهم الفكر وليس البرنامج. في برامج بترسم 3 دي، تمام، دي زي مثلا الريفيت، زي الاركيكاد، زي الاول بلان، زي الفيكتور وورك، في البنتلي، في راينو بيم، في برامج كتيرة، تمام. دي اللي بترسم 3D. وبعد كده ممكن أي برنامج في الدنيا هتقدر تستفاد من الموديل دوت، يبقى خلاص ده من ضمن البرامج اللي احنا ممكن نستخدمها في فريق البيم، تمام. في برامج مثلا بتشتغل على ال 4D، يعني بيضيف بعد الزمن، بحيث يبقى عندي بدل ما الموديل ثابت، لا بيبدأ يظهر معاك واحدة واحدة، تمام، بحيث ان انت بتربطه بالبرنامج مثلا زي الام اس بروجكت او البرامافيرا، ويبدا يظهر زي مثلا برنامج نفس وركس، سلوبري موديل شيكر، فيكو، في فيلد بيم، في البنتلي، في تكلا عامله برنامج خاص بيها، تكلا بيم ست، في جلو، في سينكرو. في بعد كده برامج بتحدد التكلفه، تمام. ممكن ما يكونش برنامج بيم بس قدر ان هو يفتح الموديل، خلاص ده بقى تبعنا، ما دام يقدر ان انا ادي له الموديل ويقدر ياخد يجيب لي التكلفه، يبقى خلاص ده كويس جدا. كان في كوانتيك اوف، بعد كده اوتوديسك قفلته وضمته لنفس وركس، في برنامج فيكو، في برامج كتير جدا تقدر تستفاد منها في المجال بتاعك. مثلا لو كان مثلا على السستينابيلتي، مثلا لا عندك كان في الايكوتكت واتقفل، وفي دلوقتي جرين بيلدينج ستوديو، في قلب الاركيكات في برنامج اسمه ايكو ديزاينر، في الاي اس البنتلي عاملة برنامج سيميليتور كويس، في البنتلي هاف كومب، في ديزاين بيلدر من البرامج الكويسة جدا، تمام. برضو من البرامج اللي بتعمل الحاجات ثلاثية الأبعاد، لو بتتكلم على الإنشائي مثلا، في تكلا قوي جدا في الإنشائي. لو بتتكلم على كهروميكانيكال، في برنامج اسمه ماجيك كاد، ده من البرامج برضو المحترمة، تمام. ففي برامج كتيرة جدا. مثلا لو بتتكلم مثلا على فاسيلتي مانجمنت، في البنتلي فاسيلتيز اللي هي البرامج إدارة المنشأة، بعد ما سلمت المبنى للمالك، في برامج بتدير المبنى من خلال الموديل البيم، تمام. في مثلا الإيكو دومس، تمام. طيب دي بعض البرامج الكويسة. وطبعا في برامج كتيرة جدا على الموبايلات، أنا بفضل شخصيا، أو جربت مثلا بيم 360 جلو كان كويس، وفي بيم 360 فيلد. في البرامج دي بتشتغل على الايباد، طريقة شراء ايباد مخصوص عشان اشتغل عليها، دايلكس. في يعني البرامج كتير جدا، بس المهم ان انت تشوف ايه البرنامج اللي هيحقق لك الميزة بتاعت الحاجة اللي انت بتدور عليها، او اللي يجيب لك الفايدة اللي انت عايزها. اتمنى اكون اجبنا السؤال.